تبارك الله ايه احسن الخالقين. بعض الناس يشكل عليه يقول لك يعني احسن الخالقين، طب هو في خالق غير واحد بس سبحانه وتعالى؟ يبقى الخلق ورد في القرآن الكريم بثلاث معاني. اول معنى الخلق الايجاد من عدم، خلاص كده، ايجاد من عدم، يعني ايجاد شيء من لا شيء. طيب والمعنى الثاني الخلق بمعنى التقدير، ايجاد شيء من شيء، يعني تحويل شيء الى شيء ثاني. والمعنى الثالث الخلق بمعنى الكذب، قال تعالى وتخلقون ايه افكا، اهو الكذاب اسمه خالق لانه يخلق لا شيء، يعني يخلق حاجة ملاش ايه وجود، يفتريها. دول ثلاث معاني مش كده؟ حتى في آية سورة الشعراء اللي هي إيه؟ إن هذا سواء علينا أو عرفة أم لم تكن هذا إلا خلق الأولين، قراءة كده خلق يعني كذب الأولين. وخلق، ما هو الخلق ده الكذب، خلق لإيه؟ لأهل السوء، أخلاقهم الكذب والسوء. فالقراءة بخلق واضح فيها الإيه؟ واضح فيها الإيه؟ المعنى، خلاص؟ نأتي بعد ذلك إلى إيه؟ كم معنى دولة؟ ثلاثة. طيب لما تقرأ آية سورة المؤمنون هل تتكلم عن الخلق بأي معنى؟ إنجاز من عدم، إنجاز لا مش من عدم هنا، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، هذا يتكلم على خلق شيء من شيء. على المعنى الثاني قال هو بمعنى التقدير، وخلق كل شيء فقدره. فلما كان الخلق بمعنى التقدير بالمعنى الثاني من بالمعنى الاول جازت الايه الجمع، جاز الجمع، فتبارك الله احسن الخالقين، لانه الخلق بهذا المعنى لا يختص به الله تعالى، لانه غيره يحول شيء الى شيء، كما تقول انت خلقت كذا يعني حولت شيء الى شيء اخر، زي الجماعة اللي بالان بيتكلموا على موضوع الايه الاستنساخ، حولوا شيء الى شيء، تمام. والله تعالى خاطب غيره بهذا المعنى، قال لعيسى عليه السلام وإذ تخلق، يعني نزل الخلق لعيسى، وإذ تخلق بس خلق من إيه؟ مش من عدم، من الطين كهيئة الطير، يعني عمل إيه؟ جاب طينة كده ورسمها شكلها إيه؟ على طير، لكن موضوع الطير نفسه ما يستطيع، لا يخلق إيه؟ كهيئة، فذلك لم يقل إذ تخلق من الطين طيرا، قال كهيئة الطير. ومين اللي بيخليها فتنفخ فيها أو فيه فيكون طيرا؟ مش كهيئة، ده بإذن إيه؟ بإذن الله. والآية الثانية بإيه؟ بإذنه. خلاص واضح؟ إذا ليس مستند كل تغير المشاهدة، فإن كثيرا من أجزاء العالم لا نشاهده، كما في باطن الأرض وما في السماوات العلى. ثم كيف نعرف متغير؟ ما احنا قلنا كل ما في العالم متغير، في السماوات في الارض لا يوجد ثابت او لا يتغير الا الله، فكل حاجه بتتغير، مفيش حاجه تثبت زي ما هي ابدا، فالثابت الذي لا يتغير ان الله يغير ولا يتغير، يعني لا يعتريه تغير لانه قديم، فالذي يتغير هو ايه؟ هو الحادث. فكيف نحكم بالتغير على من لم نشاهد تغيره؟ يبقى الحكم هنا يحتاج الى دليل العقل او الى دليل ايه السمع. والعالم عبارة عن ايه؟ اعيان واعراض. الاعراض يدرك تغير بعضها بالمشاهدة، زي ما تكلمنا الان على آية سورة الايه المؤمنون، وكذلك ندرك او نشاهد التغير في الافاق، ونشاهد التغير في انفسنا وفي انفسكم، والله تعالى يقول سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم. في الافاق بنشاهد ايه؟ حركة والسكون، تعالى كده عارف دليل الحدود ده مش دليل المتكلمين، ده دليل قرآني. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا،
ايه اللي حصل في الكوكب؟ تغير يعني غاب اختفى. قال هذا ربي. هو مش بيعتقد ألوهية او ربوبية الكوكب، ده عاوز يقيم الحجة على ايه عليهم حتى يبطل لهم ايه اعتقاد الألوهية في ايه في هذه الكواكب، لانها تتغير. ومن صفة الإله سبحانه انه ثابت لا يتغير. قال هذا رب. فلما افل، هي افل غاب اختفى، يعني معناها تم في حضور وبعدين طرأ حدث، ما الحدث ده شيء طارئ، طرأ عليه ايه تغير. قال لا احب الآفلين. فلما ايه رأى القمر قال هذا ربي. فلما افل يعني طرأ، نفس الحكاية في الشمس، فلما ايه افلت. يبقى اذا الافاق حركة وسكون، يعني لا تجد شيء ثابت ساكن لا يتحرك ولا متحرك لا يسكن، وله ما سكن في الليل والنهار يعني وما تحرك. ففي اشياء انت تراها تحسبها ايه ثابتة لا تتحرك، زي الجبال. انظر شوف الجبل وترى الجبال ايه وهي تمر، انت بس جاينا في حياة ما تدركهاش بالمشاهدة، لكن هي في الحقيقة ايه لا تتحرك لا تقف. والشمس تجري ايه مستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وفي الآفاق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، حركة وسكون، ضوء بعد الظلمة، وسائر ما يشاهد من أحوال الأفلاك والعناصر والحيوان والنبات والمعادن. تعال أنت بتشوف تغير في الإيه في الحيوان، وتشوفه في النبات، وتشوفه في المعادن، وتشوفه في نفسك. أنت كنت إيه جنين، ها، وبعدين تبقى طفل رضيع، وبعدين ها مش ده تغيرات، وبعدين تبقى ايه شاب، بعدين كهل، بعدين شيخ كبير، بعدين في التراث. لا الله، يعني اذا دي العملية تغير ايه دائم ومستمر، ولا يقف الامر عند شيء، كل حتى في الاخرة. يعني ربنا انشأك خلق ايه اخر، يعني اذا حتى المتكلمين قالوا بان العرب لا يبقى زمانين. ليه؟ ليظل الحق سبحانه وتعالى خلاقا على الدوام. تعرف اللون ده يعني بعد مثلا ثانية واحدة ينعدم، ويخلق الله تعالى ايه غيره، وهكذا. وده معنى ايه لا حول ولا قوة الا بالله، يعني مستمر ايه الخلق فيك، مش ربنا خلقك وسابك، انت في كل لحظة يخلق الله تعالى فيك نعمة الإمداد دي، الإيجاد والإيه والإمداد. يبقى إذن الأعيان دي لا تخلو، الأعيان يعني إيه الجواهر الذوات، يعني لا تخلو عن الحوادث، وهذه قاعدة ثابتة. كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو إيه فهو حادث. وانت فين تيجي تعال. وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، يعني ايه قدمه ايه قدمه محال. خلاص كده. ولذلك بعض الكلام اهل التصوف يقع فيه غموض شوية. كلمة منقولة عن ابن عربي من قال رضي الله عنه، من قال ان العالم قديم مطلق فقد اخطأ، ومن قال انه حادث مطلق فقد اخطأ. يعني هو بيقول من اطلق القول بحدوث العالم فهو مخطئ، يعني معناها يتهم ابن عربي بانه يقول بايه بالقدم ومخطئ، لكنه في نفس الوقت قال من اطلق القول بانه قديم مطلق يبقى ايه مخطئ، ومن قال انه حادث على الاطلاق فهو ايضا ايه مخطئ، لانه من جهة تعلق العلم بوجود العالم فهو من هذه الناحية قديم، لتعلق العلم والعلم به ايه قديم، وهو قديم في علم الله، لكن باعتبار وجوده الخارجي او العالم في ذاته فلا يقول احد من اهل الملة، لان العالم قديم بهذا الايه بهذا المعنى. يبقى قدمه من حيث ايه تعلق علم الله تعالى بوجوده، لان العلم ايه قديم. خلاص كده.
لا ده معنى كده اطلاق القول بحدوث العالم يعني معناه حادث من كل جهة حتى من جهة العلم لا يقول هذا احد. لو قلنا بانه حادث في علم الله اذا معناها كده ايه تجدد في علمه تعالى ما لم ايه ما لم يكن وينقلب العلم ساعتها الى ايه الى جهل. يبقى لازم نفهم كلام اهل الله على حقيقته. يبقى هو قديم من حيث انه معلوم العلم وحادث من حيث ايه ها وجوده الايه الخارجي. شبهة الفلاسفة لما قالوا في قدم العالم من وجود الارتباط يعني في ارتباط بين الخالق وبين المخلوق وبين العالم وبين الاله يعني ربط كده. قال ما الله تعالى رب اذا كيف يبقى رب وما فيش مربوب؟ قال كيف يكون خالقا ولا يوجد ايه مخلوق؟ يبقى معناها خالق يبقى فيه ايه مخلوق، اله يبقى فيه ايه مألوف، رب يبقى فيه ايه مربوط، صانع يبقى فيه مصنوع، فاعل يبقى فيه ربط كده. يبقى جات لهم شبهة الارتباط المعنوي بين الرب والمربوب والخالق والمخلوق فقالوا بالتلازم. وعندهم انه ما نفوا ان الله تعالى خالق العالم ولكنه جعلوه ايه خالقا او فاعلا بالايجاب يعني معناها صدر العالم. هم يقولون بهذه العبارة ولا يجوز نحن ان نقول العالم صادر عن الله، لا نقول هذه الكلمة ولكن نقول ان الله تعالى خالق العالم وليس العالم صادر عنه. صادر يعني معناها الا ومعلول تمام ارتباط ايجاب. خلاص كده يبقى الشبهة بتاعتهم جاءتهم من الايه الارتباط المعنوي بين وجود الخالق وبين وجود الايه المخلوق. وحتى لما ردوا العلماء في هذا الشبهة هنذكر رد عنها بس اذكر لو نسيت بقول في بعض ايه مثلا عبارات توجد يقول لك في تفسير قوله تعالى ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يعني ليه ليعرفون. فبعض الناس يعلل ان وجود العالم ده علامة يعني اوجد الله العالم ليدل على وجوده يعني كأنه العالم ده دليل على ايه على وجود الله سبحانه وتعالى. طبعا كلام اهل الله غير كده شتان بين من ايه يستدل به ومن يستدل ايه عليه. فلم يجعلوا العالم دليل على وجود الله فجعلوا الله تعالى هو الدليل على وجود العالم. سمي سؤال كده هل العالم ده للدلالة على وجود الله يعني هل خلق الله تعالى للدلالة على وجوده؟ تمام هذا السؤال. لم يوجد العالم ولم يخلق للدلالة عليه لأنه لو وجد للدلالة عليه لما صح وصفه تعالى بأنه إيه غني والغنى له إيه صفة إيه على الإطلاق. قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني فله سبحانه وتعالى الغنى المطلق عن العالم. طب ليه سمي العالم عالما؟ مش علامة هو بيقول كيف علامة على ايه على وجود خالقه. ايه معنى علامة؟ مش يعني علامة انه هو علامة يعني يعلم به تمام فيه مما يعلم به. للدلالة سمي العالم عالم للعلامة لانه الدليل على المرجح. الدليل على ايه على المرجح. ما قلنا عندك الممكن يستوي فيه الطرفان ولا يترجح وجوده على عدمه او عدمه على ايه على الا بمرجح لانه العقل يقول كده لا ترجيح الا ايه الا بمرجح. فالعالم ده علامة على ايه على وجود المرجح. مرجح بين الوجود والعدم اللي رجح وجوده على عدمه. مش قلنا الممكن يعني معناها يمكن وجوده ويمكن ايه ويمكن عدمه. طالما وجد يبقى في علامة على ايه على المرجح كده الاحسن في نفسها يعني. بدل ما نقول علامة على وجود الله علامة على المرجح هنعرف ان المرجح ده مين اللي هو الوالد الذي يتصف به بالوجوب. ومن هو الذي يتصف بالوجوب؟ والله تعالى. بس بدل ما نجيبها كده احسن ما نقولها ايه
حتى لا يتوهم المعنى الثاني. يعني الترجيح بيكون بين ايه وبين ايه؟ الترجيح اللي احنا العالم مرجح له عندك طرفين. طرف الايه هنا في المساله دي؟ ايوه ايوه. الترجيح بين ايه وبين ايه؟ الممكن ايه تعريف الممكن؟ ها وسع الشيخ. اه تعرف انا قلت لك تعالى هنا الاول نعرف المكان ده محجوز. الممكن يستوي فيه الايه؟ يستوي فيه الطرفان. نعم. يعني الوجود وايه؟ والعدم. بس من الذي اذا خليك انجلس بس حطه معاك ولا تزيد هنا. في طرفين، طرف وجود وطرف ايه؟ عدم. ايه الاصل فيه؟ الاصل فيه العدم. فلا يخرج من العدم الى الوجود الا بموجد. الممكن من ذاته هو ممكن خلاص، والواجب هو واجب، والمستحيل هو مستحيل. الواجب يعني معناه ايه؟ الثابت خلاص اللي مثل احنا. والممكن مستوي فيه الايه؟ الطرفين. فهل استمد او هل الترجيح ده ترجيح طرف على طرف؟ هل الترجيح من ذات الممكن؟ لا يمكن، لانه هو مستوي في الطرفين، فلا بد انه يكون الترجيح من ايه؟ من خارج الممكن. يعني معناها زي ما نقول في العقل الترجيح لا بد ان يكون بمرجح، زي بالضبط حمدتنا لك انت فاهمه كفتي الميزان. تعرف لو سبت الكفتين بتوع الميزان 100 عام، هل ترجع كفه على اخرى ولا الاثنين في ايه؟ ها في تساوي. يبقى لا بد ان يكون الترجيح بمؤثر خارج، يعني بمرجح، ولا يمكن ان يكون المرجح هو ذات الايه؟ هو ذات الممكن. فلم يبقى الا عندك المستحيل والواجب. طب هل يمكن يكون المستحيل هو اللي رجح احد الطرفين؟ ده المستحيل عدم، ولا يملك ان يرجح شيء في ذاته هو، فكيف يرجح في غيره؟ يبقى لم يبقى الا الترجيح الا من جهه الايه؟ من جهه الواجب، هو اللي رجح احد الطرفين على الاخر، اهو معنى الترجيح بايه؟ بمرجح. يبقى الارتباط اللي قالوا عليه الفلاسفه، قالوا في ارتباط معنوي من جهه ايه؟ الارتباط اللي عندهم في تلازم، خالق في ايه؟ مخلوق، يعني طالما الله تعالى خالقا يبقى لابد ان يكون المخلوق معه. ما فيش انفصال زي العلة والمعلول. اذا حركت هذه وفيها الساعة فلا بد ان تتحرك الساعة، هل يعقل ان تتحرك اليد بدون ما تتحرك الساعة، او الساعة بدون ما تتحرك اليد؟ يبقى طالما هو خالق اذا في مخلوق. يبقى العالم مع الله منذ الايه؟ منذ الازل. والايجاب ده حيمثل ايه؟ حيمثل الاختيار. واذا كان العالم غير مسبوق يعني غير حادث، ايه معنى حادث؟ يعني معناها سبق بعدم. إذا كان غير مسبوق بعدم يعني معناها حننفي الاختيار، لأنه إثبات الاختيار يبقى لابد أن يكون في سبق عدم. لو قلت بالاختيار يبقى معناها العالم مسبوق بإيه؟ بعدم. لو نفيت الاختيار يبقى معناها بتنفي إيه؟ بتنفي إيه؟ إذا نفيت الاختيار يبقى بتنفي الحدوث، بتنفي الحدوث نفسه. فإذا إثبات الاختيار ده ملازم لإثبات الايه؟ الحدوث. يبقى الارتباط احنا نقول عليه في ارتباط، لا ننفي الارتباط بس لا ننفي ايه؟ ننفي التلازم. فنقول هناك ارتباط معنوي بس مش من جهة خالق ومخلوق زي ما بيقولوا، من جهة مرتبة الألوهية، لتوجه الألوهية على إيجاد العالم بأحكامها ونسبها وإضافتها. وربنا سبحانه وتعالى مش له صفة الألوهية؟ مش هو إله؟ والألوهية مش لها أحكام ولها نسب ولها إضافات، وهي التي استدعت الآثار. فالألوهية قاهرة وغير مقهورة وقادرة، تمام؟ ولا يعقل في العقل كده مقهور بلا إيه؟ بلا قاهر، ولا مقدور بلا ايه؟ بلا قادر، ولا مخلوق بلا ايه؟ خالق، ولا مرحوم بلا ايه؟ بلا راحم. لكن هم غفلوا عن ايه؟ مش الارتباط ارتباط عيني بعين يعني ذات بذات،
ارتباط مرتبة الألوهية. واحنا قلنا عندك ايه الكون، لا يوجد مقدور بلا قادر، ولا مخلوق بلا خالق، ولا مرحوم الى اخره. هذا اذا كان صلاحية ووجودا وقوة وفعلا هذا هو المحال. نعم. احنا عندنا ترابط، بس ترابط صلاحية مش ترابط قوة وفعل ووجود. يبقى ايه معنى الترابط بين الخالق والمخلوق؟ يعني ممكن تقول كده، كيف يسمى الله تعالى خالقا قبل ان يخلق؟ دي اللي حتحل الاشكال. القوة. نقول ايه الصلاحية، يعني هو عنده القوة او عنده القدرة على الخلق ولا ما عندوش؟ فهو خالق بهذا المعنى، يعني معناها قادر ان يخلق. فاذا خلق العالم يبقى معناها خالق بالفعل. زي ما يسمى الانسان باحث بالقوة وباحث بالفعل. ايه معنى ضاحك بالقوة وضاحك بالفعل؟ يعني ايه معنى القوة؟ القوة معناها امكان حصول الشيء عند عدم حصوله. يعني هل يمكن انت تضحك ولا مش ممكن؟ هل يمكن تكتب ولا ما تكتبش؟ فانت في هذه الحالة تسمى كاتب او ضاحك حتى ولو لم تضحك، بس بالقوة. وعندما تضحك باسمك ضاحك بالايه؟ بالفعل. زي بالضبط كنا نقول كده، الطفل ده رجل بالقوة ولكنه طفل بالايه؟ بالفعل. ونقول في الفتاة الصغيرة نقول على كده بنت او عروسة بالايه؟ بالقوة. وامرأة يعني حتصير بالقوة بالفعل هي ايه؟ فتاة، ولكنها بالقوة هي ايه؟ هي امرأة. فهمت ولا لسه؟ يبقى هنا الارتباط ده اللي هو المنفي المحال. بس نفهم الاول وبعد كده. لو شوف كده عندك، اذا نفينا الصلاحية والوجود والقوة والفعل ده محال في الاصل. اذا في ارتباط، ارتباط الصلاحية اللي هو يسموه التعلق صلوحي قديم، انما الايجاب بالفعل اسمه التنجيزي الحادث. ولو زال سر هذا الارتباط لبطلت احكام الالوهية. لكن الالوهية دي نسبة عدمية مش نسبة وجودية. لكن هم لما يقولوا بوجود العالم ازلي يبقى دي حقيقية، يعني معناها في ايه؟ في ذاتين، في وجودين. ومش ممكن الوجودين يبقوا ايه؟ الاثنين حادث ولا الاثنين قديم؟ يبقى لازم فيهم قديم وفيهم ايه؟ وفيهم حادث. فكل امر يطلب، كل امر يطلب، امر يطلب الكون من كونه سبحانه، يعني يطلب الوجود من كونه سبحانه وتعالى الها. وكل امر لا يطلب الكون فهو من كونه ذاتا. يعني اذا اللي يطلب الالوهية تستدعي، تستدعي الخلق وتستدعي القهر وتستدعي الهيمنة على هذا العالم. قال تعالى هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وليس هذا ككلامهم اللي هو ملازمة العلة للمعلول، لأن العلة والمعلول أمران وجوديان. إنما احنا قلنا الارتباط ارتباط ألوهية، ارتباط منزلة، ارتباط رتبة مرتبة. إنما العلة والمعلول ارتباط أمرين وجوديين، يعني العلة موجودة والمعلول ايه؟ موجود. وأما الألوهية إذا ارتبطت بوجود العالم، يعني معنى الصلاحية اللي قلناه، فهي نسبة عدمية لا وجودية، وليس ارتباط ذات ذات، انما ارتباط مرتبة الذات بحكمها او بكونها الها بالذات ذات. زي علم انه العلة زي المعلول، ولا توجد علة الا وهي معلول لايه؟ لايه؟ لامر لعلة اخرى. يعني كل علة تعتبر معلولة لما قبلها. يبقى في ثلاثة، انما هنا ارتباط مرتب وليس ارتباط الا ايه؟ بمعلول. فيقال في حق الله تعالى انه قدر وجود العالم او اراد او خصص اللي هو التعلق الصلوح الايه؟ القديم ده. ولا يقال انه اوجد الاشياء ازلا، لان وجود الاشياء في الازل ليس لعجز في القدرة، وانما ليه؟ لعدم قبول الممكن الوجود في الازل، لان الممكن من شأنه الا يوجد في الازل. من الذي يوجد في الازل؟ اللي هو الوجود الايه؟ القديم. فنقول تاني كده،
يقال في حق الله تعالى انه مقدر الاشياء ازلا، ولا يقال انه موجدها ازلا، فانه محال. واضح ولا مش واضح؟ من وجهين، هو ان كونه تعالى موجد انما بان يوجد، يعني بان يصلح، عنده صلاحية لان يوجد مش لان يكون الايجاد بالفعل، ولا يوجد ما هو موجود، وانما يوجد ما لم يكن موصوفا لنفسه بالوجود والممكن وهو المعدوم، ومحال بان يتصف المعدوم بالوجود الايه الازلي. ولذلك تجد في كلام الصوفية يقول لك ان الكائنات باسرها ما شمت رائحة الوجود ولم تشمه بحال من الاحوال. المقصود بالايه؟ بالوجود الازلي وليس الوجود الحادث. فعندك مرتبتين في الوجود، الوجود في الازل والوجود في ما لا يزال. فالذي وجد ايه؟ في الازل ولا فيما لا يزال؟ فيما لا يزال. اما الوجود الازل لا تشم الكائنات ولا الموجودات باي حال من الاحوال. نعم، الوجهين تام. واحد، هو ان كونه تعالى موجدا انما هو بان يوجد، بان يوجد خلاص. زي قلنا في الله تعالى يقال مقدر الاشياء في الازل، تقدير ده ازل، ولكن الوجود ايه؟ حادث. ولا يقال بانه موجدها. ليه؟ فانه محال من وجهين، يعني محال ان يكون العالم ازليا من وجهين، هو ان كونه موجد انما بان يوجد، ولا يوجد ما هو موجود، وانما يوجد ما لم يكن ايه موجودا طبعا لنفسه بالوجود وهو المعدوم. ومحال بان يتصف المعدوم بانه موجود ازلا، وانما هو صدر او صدور. فين الورقه الثانيه؟ خلاص الوجه الاول. الثاني، من المحال وهو انه لا يقال في العالم انه موجود ازلا، وذلك لان معقول لفظة او مفهوم لفظة الازل معناه ايه؟ مفهوم لفظة الازل لا، الازل معناه ايه؟ نفي الاولية، نفي الاولية وجودا وعدما. وقلنا المرة فاتت كل ايه؟ كل ازل قديم وليس العدل. يبقى الازل والقديم، القديم هو ما لا اول الازل كده، الازل هو ما لا اول له وجودا او عدما، والقديم هو ما لا اول له وجودا ايه فقط. يبقى معناها كل ايه قديم، كل قديم ازلي ولا عكس. عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق. ثاني كده، يبقى القديم هو ما لا ايه، ما لا اول الوجود بشرط ان يكون ايه وجود. اما الازل يطلق على ما لا اول له وجودا كان او ايه او عدم. يبقى معنى لفظ الازل يعني ايه؟ يعني نفي الاولية. والحق سبحانه وتعالى هو الموصوف بذلك، فيستحيل وجود العالم في الازل. اما بالنسبة للعلة والمعلول ممكن بعدين. ولا يقال لا، العلة والمعلول معناها العلة هي ايه؟ مصدر، او علة في وجود ايه؟ المعلول. لا يقال تعالى انه مصدر الاشياء لعدم، يقول فلاسفة يقول لك كده، هو مصدر الاشياء يعني موجد الاشياء. طب لماذا لا نقولها نحن؟ لعدم المناسبة بين الممكن والواجب، وبين من يقبل الأولية ومن لا يقبلها. لو قلنا مصدر الأشياء يعني معناها كأن جعلنا الأشياء ومصدرها في إيه؟ في مرتبة واحدة اللي هي الإيه؟ الأزلية. يبقى عاوزين نفرق بين من يقبل الأولية وبين إيه؟ من لا يقبلها. مين اللي يقبل الأولية؟ العالم. أما من لا يقبلها فهو الحق سبحانه وتعالى، لأن وجوده بلا أولية خلاص، يعني بلا افتتاح بلا بداية، هو الأول بلا أولية والآخر بلا إيه
آخرية، ونبهنا إنه معنى الأولية بالنسبة لله تعالى الأولية دي لها معنيين، إما أن تكون بمعنى الابتداء وإما أن تكون بمعنى السبق على الأشياء. بالنسبة للمخلوقات الحوادث الأولية معناها الابتداء، وتقابلها الآخرية بمعنى الانتهاء. أما بالنسبة لله تعالى الأولية معناها السبق على الأشياء، والآخرية معناها البقاء. ولذلك قال تعالى هو الأول وإيه؟ والآخر والظاهر والباطن. وذلك لا نقول إنه تعالى مصدر الأشياء، وإنما يقال أنه تعالى أوجد الأشياء موافقة لسبق علمه بها بعد أن لم يكن لها وجود في أعيانها. تاني العبارة دي، نقول إنه تعالى أوجد الأشياء موافقة لسبق علمه بها بعد أن لم يكن لها وجود في أعيانها، إنما كان لها وجود في علم الله تعالى. ولذلك نرجع لكلام ابن عربي إنه اللي يقول بإيه على الإطلاق لأن العالم محدث يعني من كل وجه يبقى مختلف، لأنه في وجه بالقدم اللي هو في إيه؟ في علم الله تعالى. ومما استند إليه القائلون بقدم العالم، بعض الناس تأثروا بكلام الفلاسفة من المسلمين وبيسموهم الفلاسفة الإسلاميين، وأثبتوا أو دافعوا عن شبه الفلاسفة وأيدوها، وقالوا إذا كان العالم ذا حادث يعني معناها لا وجود له على الإطلاق، وقلنا أخطأوا في هذا المعنى كده؟ قالوا إيه في قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، الخطاب حيوجه لمين؟ إذا كان الشيء معدوما، والله تعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن كده، حيخاطب شيء مش موجود. إذا معناها قالوا الخطاب ده لازم يكون الشيء ده له إيه؟ له وجود. إحنا ما نفينا الوجود من كل وجه، وإنما أثبتنا الوجود في إيه؟ في مرتبة العلم. وبعدين لهم شبهة تاني، اقرأ كده الآية إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، لا لا مش على العلم هنا، فيكون هنا. أسند التكوين إلى مين؟ إلى الشيء. إلى الشيء ولم يسنده الى نفسه، يعني الشيء نفسه اللي ايه تكون، يعني معناه يقول لك فيكون يعني الشيء نفسه ايه تكون بنفسه، يعني لم يكونه الخالق. عاوزين يقولوا كده، يبقى انما اضاف الحق سبحانه وتعالى التكوين الى الشيء فامتثل، ولو انه اضافه الى نفسه او القدرة لن تفت الشبهة. ده يقولوا كده، كيف ترد عليهم يوم؟ ان هذا سرعة التمثيل، سرعة التمثيل في كن، نعم. نتكلم في كلمة الان في ايه؟ في كلمة فيكون، يعني اسناد التكوين الى الشيء. الاسناد لا يكون الكلام وانما يكون القدرة، لا التأثير، التأثير التأثير يكون الكلام وإنما يكون القدرة. هذا في كن، إن كن فيكون، إنما نتكلم على كلمة فيكون لم يبقى فيكون، يبقى لا مش مش ما هي إنما أمرنا أو إنما قوله من أو إنما أمره شيء إذا أراد، إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. أراد أمره كما هي أراد لا لا عارف الرد كيف ترد؟ انك لو فكرت في الشيء ده مش قلنا هو ممكن في ذاته؟ نعم. ها يعني فيكون يعني فيقبل التكوين. تمام كده، يعني معناها يترجح جانب على جانب. نعم. مش معنى فيكون يعني معناها يتكون، والا حيبقى الشيء خالق لايه؟ لنفسه. نعم. وهذا ايه؟ وهذا مستحيل، لانه في ايه؟ في دوره. إذا معناه هذا الشيء موجود ثم يوجد، هتوقف على نفسه، وتوقف الشيء على نفسه محال. يعني لو قلنا مثلا أنت خلقت نفسك، إذا معناها أنت تكون موجود قبل أن تكون حتى تكون، وهذا إيه كلام يعني يقولون جماعة الاثنين في السلم. فده اذا نفينا ايه الكلام بتاعهم، وانه العالم ايه حادث، وهذا باجماع اهل ايه الملل. طب ممكن يا مولانا انما قلنا
يعني الخطاب هذا يكون التعلق بالروح القديمه. ايوه نقول التعلق الشيء ما هنا هنا حيتأثر هنا حيكون الصلوح ما فيش فيش تكوين في التعلق الصلوحي ليس فيه تكوين تنجيز ايوه تنجيز حادث. يبقى اذا الحادث والذي يوصف بالحدوث هو ايه؟ هو العالم وهو المخلوقات بايه؟ باسرها، لكن ذات الحق سبحانه وتعالى أزلية قديمة، لأن الأزل تطلق على الاثنين، على الموجود وعلى ما لا أول لوجوده وجودا كان أو إيه؟ أو عدما. وبهذا ننفي مشكلة كبيرة جدا لقيام الحوادث بذات الله تعالى، أو شبهة ثانية يقولون عنها اللي هي الحلول والإيه؟ والاتحاد، ويستهم بها إيه؟ أهل التصوف دائما يستهمون بأنهم قالوا بإيه؟ بالحلول والاتحاد. ولو رجعت للفتوحات المكية في نقولها نصوصها ابن عربي اللي هو يعتبر أكبر واحد اتهم بهذه التهمة، يقول تعالى الحق سبحانه وتعالى أن تحله الحوادث أو يحلها، وتعالى تعالى وتقدس أن يتحد به شيء أو يتحد بشيء. والنقول موجودة في الفتوحات ترجع إليها إلى الآن. ولا يجوز، شوف كلام ابن عربي نفسه، ولا يجوز لعارف بالله تعالى أن يقول أنا الله ولو بلغ أقصى درجات القرب والطاعة. هو قال لا يجوز، حتى لما قال قتل بإيه؟ بسيف الشريعة. وإنما الوجود، شوف كده، الوجود الحادث والقديم بقول لا يجوز لأحد مهما كان. وإن قالها بس ممكن نأتي بتأويل للقول أو بمعنى آخر للقول نذكر الآن يقبل. إنما الآن هل يجوز؟ هل هناك حلول؟ هل هناك اتحاد؟ لا. وإنما الوجود الحادث والقديم، ببعض الناس يقول لما هو الوجود الحادث مرتبة والوجود القديم مرتبة، كل مرتبة إيه؟ منفصلة تماما عن المرتبة الأخرى، لكن في ارتباط. القديم والحادث مربوط بعضه ببعض ربط إضافة، خد بالك، وحق لا ربط وجود عين بعين زي ما قالوا الفلاسفة علة ومعلول، إنما حكم ده حكم الألوهية اللي هي التعلق الصلوح اللي احنا قلناه. فإن الرب لا يجتمع مع عبده في مرتبة واحدة أبدا. في كمان بعض الناس فسروا الحديث أو فهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في صحيح البخاري حديث ولا ولا ما تقرب إلي عبدي بشيء يتقرب إلي بالنوافل حتى فإذا أحببت وكنت إيه؟ قال طب هنا هنا في حلول وفي استحابة. الحق سبحانه وتعالى بيقول كنت سمعه وكنت بصره وكنت ايه يده التي يبطش بها وكنت ايه. فان البعض كثير حتى في بعض الناس يدخل في التصوف حبا كده وتبركا ولكن ليس على علم، فيحدث له خلق وجهل فيضل ويضل معه اقوام لا يحصون من كثرته. هو طيب ويتبرك حتى بالتراب اللي يمشي عليه، لكنه ايه ليس بعالم، فأتي من قبل الايه من قبل الجهل. فاحنا عاوزين التصوف يكون مع ايه مع علم. فان البعض توهم منه يعني من هذا الحديث وجود اتحاد الحق بالعبد. اذا كان بيقول كنت، انا مرة سمعت واحد بيقول كده، بيقول يعني احنا بنقرأ الحديث كنت سمعه الذي يسمع به وايه وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها يمشي بها. فراح قال كده، قال طب لي كنت سمعه وكنت، لا يقول كنته وخلاص، يعني يختصر يقول كنته يعني كنت انا هو وكان هو ايه انا. فتوهم البعض هذا الايه المعنى. الجواب ايه؟ شوف كلمة كنت دي او كان تدل على ايه؟ على كون، يعني على حالة من الكون او حالة من الثبوت، يعني كان ويكون وايه وهو ايه كائن كده، كان يكون فهو ايه فهو كائن. فكان تدل على الكون ايه مش الوجودي في الوجود، ولكن كون شهودي مرتبة. خد بالك من المعنى بتاع الحديث،
لا يعني يشهد نفسه الكون الشهودي مرتب على ذلك الشرط. يعني ربنا سبحانه وتعالى متى يقول كنت سمعه؟ قال ايه؟ شوف في شرط قبلها توحيد. فاذا احببته يعني هذا الكون الشهودي مرتب على الشرط الذي هو حصول المحبة. فمن حيث الترتيب الشهودي جاء لحدوث المشار اليه بقوله كنت سمعا. لا حدث هم بس الاول يعني فيه هنا ايه مرتبة شهودية مش مرتبة وجودية. وهذه المرتبة مرتبة على ايه؟ على حصول المحبة. ولذلك حيحدث ايه بعد حصول المحبة؟ يحدث الجواب اللي هو مشار اليه بقوله تعالى كنت سمعا، لا من حيث التقرير الوجودي. ليه؟ لان المراد بكنت سمعا انكشاف الامر لمن تقرب اليه تعالى بالنوافل، لا انه لم يكن الحق سمعه قبل التقرب ثم سمع. يعني قبل ما يتقرب هو كان بيسمع بيه. مين اللي اداله السمع ده؟ الحق سبحانه وتعالى. امال هي مرتبة بمعنى ربنا يكشف له حقائق، فكأنه لا يسمع بنفسه وانما يسمع بايه؟ باسماع الله تعالى له. لما كان سيدنا عمر رضي الله عنه في المدينة وراح قال يا سارية يا سارية يا سارية ما تنفعش من الخضار يا سارية منادى الجبل الجبل يعني تحصن بالجبل يعني يا سارية. ولما سمعها اللي كان بينادي سارية فين في المعركة على بعد آلاف، هل كان ده بصوت من صوت سيدنا عمر نفسه ولا بإسماع الله له؟ وهل الرؤيا لما كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال الآن قطع أو سقط جعفر بن أبي طالب كان في غزوة إيه؟ في غزوة مؤتة، هل كان ده يرى بالبصر العادي ولا بكشف الله تعالى له؟ فإذا وصل العبد في حالة من المحبة التي يحبها الله تعالى له تحقق له هذا الشهود، يعني هذا الانكشاف كمال شهود، وليس فيه اتحاد بين الخالق. يعني مرتبة شهود يعني يشهد من ناحية الشهود لا من ناحية الوجود، يعني تشهد شيء حالة. فإن قيل لما ذكر في كمان سؤال مهم، لما ذكر الحق سبحانه وتعالى في هذا الحديث الصورة الحسية؟ ليه قال سمعه وبصره وإيه ويده وإيه ورجله، ولم يقل كنت عقله ولا حفظه ولا كنت فكره؟ ما جابش القوة الروحانية، جاب الحاجات المحسوسة عشان يحفظ الوهم. لا، وإنما لم يذكر لم يذكر الإيه الأشياء الروحية، إنما ذكر إيه المحسوس. ليه؟ لكون هذه الروحانيات الحفظ والفكر مفتقرة إلى إيه؟ إلى محل يقوم بها. أما هذه الحواس مفتقرة إلى الله تعالى، يعني السمع والبصر والكلام والنطق مفتقر إلى الله وحده، بخلاف القوى الروحانية فإنها مفتقرة إلى الحواس. والحق لا ينزل نفسه منزلة من يفتقر إلى غيره. فالحواس الظاهرة أتم لكونها هي التي تهيئ للقوى الروحانية ما الحواس ما في مفتقر إلى الله كده بدون أسباب بدون وسائل، هذا هو المعنى. وفيه اللي ظاهر عليه الافتقار، يعني القوى الروحانية برضو مفتقرة، بس قبل أن تكون مفتقرة إلى الله مفتقرة لمحل الحواس تقوم بها، إنما الحواس الظاهر فيها الافتقار مباشرة إلى إيه؟ إلى الله تعالى. أنت عبد الذاكرة تحبك بالشغال. ومع ذلك شوف، مع ذلك حتى يرفع الله تعالى الوهم اللي احنا توهمناه ده عمل إيه؟ حتى يرفع الله الوهم اللي هو وهم الاتحاد ده، قال كنت سمعه الذي يسمع به، فأعاد الضمير إليك ليثبت لك وجود.
لما قال ايه كنت ايه سمعه الضمير ده على مين؟ يبقى في حاجه موجوده تاني اللي هي الايه اللي هي العبد، ما تلغاش وجود العبد وما اتحدش العبد مع الرب، لان يقول كنت سمعه يعني معناها اثبت العبد وجود بدليل اعاده ايه اعاده الضمير. فيجي بعد كده بعض الناس يجيبوا قول ابن الفارس مثلا انا من اهوى ايه ومن اهوى انا نحن روحان حللنا ايه، ويعترضون ويقول هذا الكلام بيتكلم عن الله تعالى يقول انا من اهوى ومن اهوى، ده كلام لا يصح. فنقول له هذا كلام بلسان العشق والمحبة لا بلسان العلم والتحقيق ومجازي، زي ما تقول بيني وبين زيد اتحاد، يعني في الرأي في الفكر، مش معناه واحد يقول لك انا وانت واحد يقصدها، اذا بيقول انا وانت يعني هو في اثنين، اما واحد يعني واحد في ايه في الفكر او واحد في الرأي، وده كلام اهل المحبة واهل الايه العشق. اما عندما يعني يفوق من سكرته او من محبته فيرجع عن هذا الكلام، فالناس دول اللي لهم احوال او لهم شبحات ما نتكلمش ايه معهم، لانه يقولونه بلسان الايه المحبة. حتى ابن تيمية نفسه قال الكلام لما كان معاه صديق عند النهر فسقط ماشي انزلقت رجله في النهر فوقع في الماء، صديق ابن تيمية هو اسمه ابن تيمية مش ابن تيمية، سقط صديقه في النهر فراح رمى ايه نفسه معاه، فراح نلقط انا سقط او وقعت فانت، قال زدت بك عني فظننت انك اني او دي كلام غاية يعني في الاتحاد وغاية في الايه ده الكلام ده موجود عند ابن تيمية. يبقى اذا كانوا عاوزين يكفروا ابن عربي يبقى يكفروا مين؟ ابن تيمية قبل. ولذلك يارك ابن عربي بيقول حاجات يعني تدل على فعله بريء الرجل من هذه التهمة تماما. بيقول في الفتوحات بيقول يا اجتمعت روحي بهارون عليه السلام. قال التقى روحه يعني تحدث الروح مع الروح بهارون. فقلت له يا نبي الله كيف تقول فلا تشمت بي الأعداء؟ مش كده قال سيدنا هارون لما سيدنا موسى بيقول له ايه فلا تشمت إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. بيقول له يا نبي الله من الأعداء حتى تشهدهم؟ مين هم الأعداء؟ ده أنت نبي وفي منزلة عظيمة، ده الواحد فينا احنا وللعادة منين يعني بيصل إلى مقام لا يشهد فيه إلا الله، يعني بيصل إلى حالة يعني يفنى عن نفسي حالة شهود مش 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 حقيقة مش وجود خارجي، لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، حال مش مقام. فقال له هارون صحيح ما قلت في مشهدكم، ولكن إذا كنت في حال أو في مقام لا تشهد فيها إلا الله فهل زال العالم في نفس الأمر كما في مشهدكم كما شهدت يعني، أم العالم باق لم يزل؟ يعني هل العالم أنت لا تشهد في هذا الحال إلا الله، لكن السؤال هل زال العالم أم هو باق؟ أما أنتم حجبتم عنه لأنكم في حالة من التجلي عظيمة ما تحملتها قلوبكم فأزالت عنكم مشاهدة العالم، مع أن العالم موجود في ذاته لم يزل. فقال نعم يا نبي الله إنما حجبنا نحن عن شهود العالم، ولكن العالم له إيه؟ له وجود. فقال قد نقص علمكم بالله في ذلك المشهد بقدر ما نقص من شهود العالم فإنه كله آيات. قال فأفادني عليه السلام ما لم يكن عندي. يعني معناها العلم بالله تعالى تكون في حالة كمال، لا تفلى يغيبك شيء عن شيء، يعني أنت ذهلت جاب لك واحد مثلا هدية كبيرة أو حاجة وأنا واقف معاك فنسيتني خالص واعتقدت حاجة ماشي على طول ولا حتى نسيتني سلام وعليكم ولا حتى ما حصل لك أمر كبير فأذهلك عن وجودي،
هل انا ما كنتش موجود بالفعل ولا انا كنت موجود؟ يبقى الذهول ده نقص في علمك ولا مش نقص؟ فعاوز اقول الاولاء ان علمكم فيه نقص، اما علم الانبياء فيه كمان، رغم ان احنا شاهدنا وجود الحق لكن لم يغب عنا وجود العالم. يبقى مين الاكمل، الانبياء ولا الاولياء؟ ومع ذلك يبقى اذن ايه، شوف كده، عين الشريعة مش عوراء. انت اذا شفت العين ما شفتش بالثانية اذا ما امال في ناس يعني، مع اذا نشوف مين الاكمل. عاوز يقول يعني كيف انت نبي ورسول وتقول فلا تشمت بي الاعداء؟ مين هم الاعداء؟ اذا كان احنا الواحد بيوصل الى مقام لا يشاهد فيه الا الله، قال له هذا من نقص علمكم، لانه لو كان العالم ذا الحقيقة كنت على كمال، انما انت العالم موجود بس انت اللي حجبت عنه، انك شفت حاجة ما تقدر لا تستطيع ان تتحمل ايه ما سواها. يبقى المراد، خذ بالك من الكلام ده عشان نخلص، المراد بالاتحاد حيث جاء في كلام اهل التصوف معنى ايه؟ اذا رأيت في كتب الصوفية كلام عن الحلول والاتحاد فمعناه فناء مراد العبد في مراد الحق، اتحاد في المراد، كما يقال بيني وبين فلان اتحاد اذا عمل كل منهما بمراد صاحبه. وسبحان الله تعالى، سبحان الله، اذا كان موضوع الاتحاد بين الخالق والمخلوق او الحلول لم يقل به عباد الاوثان حيث لم يجعلوا آلهتهم عين الله، فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فما جعلوا الآلهة بتاعتهم هي الله، إنما جعلوها إيه؟ معبودات تقربهم إلى الله. فإذا كان أهل الأوثان لم يقولوا بالحلول والاتحاد فكيف بالأولياء وأهل الله؟ يبقى معناها كل ما في الامر احنا مش فاهمين كلام مين؟ الأولياء. كلام الاولياء ولا كلام الصالحين، ونتهمهم بسبب ايه؟ جهلنا بعدم ايه؟ فهم الكلام الصادر عنهم. خلاص كده؟ يبقى اي كلام عن الاتحاد بريء منه. ودافع الامام الشعراني دفاع كبير في كتاب اليواقيت والجواهر في عقائد الاكابر عن ايه؟ عن ابن عربي دفاعا شديدا، وبرأه من هذه التهمة وذكر نقوله الواضحة الصريحة. إنما الكلام يجب أن يفسر وأن يحمل على المعنى الذي ذكرناه، اتحاد مراد الحق في ايه؟ في مراد العبد، يعني اتحد ايه؟ مراد، زي ما ذكرنا في الحديث. خلاص كده؟ يعني معناها لا يسمع إلا بي ولا يرى إلا بي وهكذا. يبقى اذا وصلنا الى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، ثم اعلما بان هذا العالم اي ما سوى الله العلي العالم من غير شك حادث مفتقر، لانه قام به حدوثه وجوده بعد العدم، فضده هو فضده المسمى بالقدر. وعرفنا معنى الحدوث يعني ايه؟ معنى الحدوث يعني الوجود بعد العدم او سبق العدم او اثبات الايه؟ الاوليه. لا لا لا، عند المتكلمين. ايوه، انت ذكرتني بحاجه مهمه جدا. احيانا ترد او تاتي في كتب الفلاسفه كلمه الحدوث، لكن ايه معناها؟ معناها الاحتياج او الافتقار، افتقار الموجب الى الايه؟ الى الواجب. ليس معناه سبق العدم، لانه الفلاسفة عندهم انه تعالى فاعل بالايجاب، وطالما ما فيش اختيار يبقى ما فيش سبق ايه؟ ما فيش سبق عدم. اذا رايت كلمة الحدوث عند الفلاسفة فمعناها الاحتياج، يعني الافتقار، افتقار الممكن الى الواجب. لكن معنى كلمة الحدوث عند اهل السنة وعند علماء المتكلمين عن معناها سبق العدم، يعني معناها الأولية، يعني معناها البداية. نعم. إيه؟ ما هو أي احتياج، لكن بشرط إيه؟ ممكن بشرط سبق العدم. نعم. هو الله فعل بالإجابة اللي فرصت الثلاثة. نعم بالإجابة، ثلاثة. إذا ما فيش اختيار، إذا ما فيش سبق إيه؟ ما فيش سبق العدم. ما الفرق ما بين قول الفلاسفة وقول ابن تيمية؟ اسمع هنا في سؤال. ما الفرق ما بين قول ابن تيمية وقول الفلاسفة في القول بكل ما لو حققت هتلقى ما فيش فرق.
هو كلامه جاب من الفلاسفة. لكن الدليل من القرآن، بعض الناس يفتكر انه ده دليل من ايه، من المتكلمين فقط، لكن هل في دليل من القرآن؟ في دليل ام ما فيش؟ دليل على الحدوث. القرآن ما استعملش كلمة، لا ما استعملش كلمة الحدوث، انما استعمل كلمة ايه؟ الخلق. الخلق معناه ايه؟ الايجاد بعد ايه؟ بعد عدم. هذا هو معنى الحدوث. يعني الان احنا مش لا نتنازع في الالفاظ، انما المعنى واحد ومش واحد. ما معنى الخلق؟ الايجاد بعد العدم. ايجاد بعد عدم. ما معنى الحدوث؟ ايجاد بعد العدم. ايجاد بعد عدم. يبقى معنى الحدوث الوجود بعد العدم، وكل ما سوى الله تعالى كان معدوما ثم اوجده الله تعالى على حسب او وفق علمه وارادته. والدليل من القرآن على الايه؟ على الحدوث او على الخلق هو ايه؟ على ان كل ما سوى الله حادث واضح صريحة. الله خالق كل شيء. ها ثاني؟ الله ايه؟ خالق كل شيء. خلاص؟ وما رواه البخاري، ده من القرآن من السنة، ما رواه البخاري عن عمران قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين. كل ما يقول لهم اقبل البشرى يقولوا ادينا، فاكرين ايه؟ شيء عرض من الدنيا. حتى ربنا سمى الدنيا عرض، تريدون عرض. اهل عرض ده معناه ايه؟ لا يبقى زمانهم، زائل عرض، لكن تم في الآخرة ما فيش أعراض، ده باقي. والله يريد الآخرة، إذا معناها يريد باقي الآخرة، عشان مقابل كلمة إيه؟ عرض. تمام كده؟ يبقى إذن الدليل من القرآن واضح، كثير أدلة القرآن، أما الدليل من السنة لما قال مثلا إقبال البشرى يا بني تميم مرتين يقولوا وما يقبلوهاش، ويظن أن البشرى دي عرض من الدنيا. ثم دخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا يا رسول الله، قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر أو أول هذا الأمر ما كان، قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وتضبط هكذا ولم يكن شيء غيره. طب كيف كان وتسند الى الله؟ اذا كان معناها فعل ماضي، هل يقال كان الله؟ يبقى اذا لما تسمع كان يبقى معناها كلمه كان، يعني معناها الكون، معناها الوجود، يعني كون الله. ليس كان مع فعل ماضي، هي ولا تام ولا توجد، كان يعني الكون، لان كان من ايه؟ مشتقة من ايه؟ من الكون، والكون معناه ايه؟ الوجود، يعني له كون، يعني كان يعني له كون، وليس كان اللي هي الايه؟ الفعل ماضي ناقص ايه؟ ناقص. فاذا اول ما تسمع كان الله، لما تسمع كان الله عشان تفهم المعنى دي، يعني معناه كونه، يعني له كون، يعني له تحقق، يعني له ثبوت، يعني له وجود، وليس معناه وجود في زمن او في ماضي. يعني كان يعني الكون، كونه. خلاص زي ما يقول كونه عالما، كان عالما، ما قالوا كان، انما كونه. الجماعه ما كان يعني الوجود يعني الكون. خلاص ولا تام ولا ناقص، بس حتيجي تام، بس تاتي تام وناقص في حاجه ثانيه في الاعراب. اي إعراب كان بس تكون تامة، إيه معنى كانت تامة؟ اللي هي إيه؟ تكتفي بمرفوعها ولا تحتاج إلى خبر، والناقصة هي اللي تحتاج إلى إيه؟ إلى خبر. فلما تسمع كده كان في أول الحديث، يعني معناها الكون، معناها الوجود، ولم يكن شيء قبله. هذه الثانية دي هي من كان إيه؟ ولم يكن شيء قبله، اللي هي المتصرفة. لماذا تصرفت؟ لأنها دخلت على شيء ممكن. تمام كده؟ والممكن لم يكن قبله،
ففي قوله صلى الله عليه وسلم ولم يكن شيء غيره دلالة أكيدة. ليه قلنا شيء غيره وغيره؟ كيف تمشي لك لو كانت شيء غيره قد يكان تاما وتبقى غير صفة المين للشيء المنفي، وإذا كانت ناقصة يبقى شيء ده اسمها وغيره تبقى ايه خبر كان. لكن الجماعة دول ما فهموش الكلام فقالوا ايه لو لم يكن العرش موجودا دائما لما جاز ان يقول، شوف ده الشبه بتاعتهم، لما جاز ان يقول اي النبي صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء كده، كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه، قالوا حسب كان الأولى بتاعت كان الله زي كان الثانية وكان عرشه، كان الله وكان عرشه، يعني أقول كان الله وعرشه، عاوز أقول كده يعني. فجعلوا كان الأولى مثل إيه؟ مثل كان الثانية، وقالوا هكذا لو لم يكن العرش موجودا دائما لما جاز أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء. الذين قالوا بأن العالم قديم بنوعه أو قديم مع الله. شوف الشبهة بتاعتهم ثاني، افهم الشبهة الأول. قالوا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله وبعدين يقول إيه ولم يكن شيء وكان عرشه، يعني عاوزين يعطفوا كده الاثنين مع بعض، يعني يريد أن يقول كان الله وعرشه ثم إيه يعني يقولون بالقدم الإيه العرش. الجواب نقول لهم إيه، لو كان هذا الكلام كيف يصدر ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي موها؟ إذا كان العرش له وجود أزلي مع الله تعالى بمعنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم يناقض نفسه، إذا كان في أول حديث يقول ولم يكن شيء غيره ثم يثبت شيء غيره، إذا ده تناقض ولا مش تناقض؟ يعني معناها في البداية لما يقول كان العرش موجودا مع الله والحديث يصرح بأنه لم يكن شيء غيره، يبقى كيف نثبت وجود للعرش؟ يبقى ده تناقض في الايه في الحديث، يبقى كأنه الجملة الأولى متناقضة مع الايه أصبحت متناقضة مع الجملة الايه الثانية. فنفهم من هذا في بداية الحديث أنه صرح بأنه كان تعالى وحده، وأما وكان عرشه فنفهم فيه أن وجود عرشه كان بعد كونه لم يكن، ولا يستقيم المعنى إلا بعد كونه لم يكن، بعد كونه معناه صدق بعدم، تمام كده؟ وإلا حيكون فيه تناقض في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنفهم منه أن وجود العرش كان بعد كونه تعالى وحده أو بعد كون العرش لم يكن، لأنه تعالى أزلي لا بداية له، أما العرش فإنه حادث وله إيه وله بداية. وكان قلنا التامة دي يقولوا عليها تامة دي لا تتعلق بزمن، خلاص، أو بمعنى الوجود بالنسبة لله. أما بالنسبة للعرش فهي إيه فهي ناقصة، فوجود العرش وجود إيه وجود زمان، وجود زمان النسبة، لأن الزمن ده عبارة عن حركة الأفلاك، ما كانش في زمن حتى لما وجد العرش، ده الزمن ده نشأ عن حركة الايه الأفلاك، تمام كده. وفي مسند الإمام أحمد نعم لو كانت مرفوعة لو كانت كان تامة ولم يكن يعني لم يوجد شيء غيره، ولو كانت ناقصة كان الله ولم يكن شيء غيره يعني غير الله، غيره يعني غير هذا الشيء، تمام، هي منصوبة ليه يعني؟ أنا كل منصوبة تبقى خبر كان، لا الرواية موجودة بالنصب وموجودة بالرفع، كل الحالتين ما تدخل فيها، لا خلاص واضحت المسألة؟ نعم. ما هو الروايتين موجودين في صحيح البخاري، الرواية الأولى ولم يكن شيء غيره دي موجودة فين؟ في كتاب التوحيد، والرواية الثانية موجودة في كتاب بدء الخلق، ولا تعارض بين الروايتين من حيث إيه؟ تقول كده عارف رواية لم تكن شيء غيره، ما فيش تعارض بينها وبين الثانية، إيه الفرق بين مثلا
لو قلنا هذه امرأة لم تلد غير هذا الغلام يبقى معناها ايه؟ لم تلد لا قبله ولا معه، يبقى كلمة غيره ايضا شاملة على معنى ايه؟ قبله. ولذلك لما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الله تعالى وقال اللهم انت الاول فلا شيء قبلك وانت الاخر فلا شيء، يبقى معنى لم يكن شيء غيره ده ايضا معناها لم يكن شيء قبله، لانه لا يمكن تفهم الغيرية الا بنفي القبلية ونفي المعية. لو ما نفيناش القبل يبقى حيكون شيء، لكن لو نفينا القبل يبقى مش حننفي شيء ايه معه. لو قلت هذه امرأة ما ولدت قبل هذا الغلام يبقى معناها ممكن تكون ولدت معه في نفس الوقت، انما لو قلت لم تلد غيره يبقى معناها لا ولدت لا قبله ولا معه ولا بعده. ولذلك هذا هو معنى ايه رجح الاولى عشان يقول بايه لانه في موجود مع الله اجل اللي هو العرش خلاص كده. هذا هو سبب الترجيح. ولذلك ده يعتبر الترجيح ده مخالف للقرآن من ناحية ايه، لانه لو قلنا باشتراك شيء في القدم مع الله تعالى حننفي الاولين، لانه ايه معنى هو الاول؟ الجملة دي اسمية ولا فعليه؟ ومعرفة الجزئين، والجملة المعرفة الجزئين تفيد انحصار الاولية فيه وحده. الجزء المبتدأ هو الاول، ولم نقول هو الاول يعني معناها لم يشاركه في الاولية غيره. فاذا كان له مشارك في الاولية يبقى مش هو الاول، يبقى اشترك معاه غيره في الاولية. يبقى اذا اثبات قديم مع الله تعالى معناها هتنفي ايه؟ هتنفي انحصار الاولية في المولى سبحانه وتعالى. والله تعالى اعلم. ولم يكن شيء قبله في المسلم وفي البخاري ولم يكن شيء قبله. يدام على هذا الاثبات اثبات ان الماء قبل العرش مولى. استنى السجون. كمان في مشكلة ثانية، وكان عرشه على الماء، إذا في كمان حاجة سابقة على العرش من الماء. سابقة على الله إذا هو مع الله. مثلا. تفضل. نعم. كيف نرد على ما قال أهل الله تعالى الآن يتكلم دائما؟ وكلام الله لا يتكلم دائما يعني هو يذكر هذا لا يذكر دائما، كيف نرد على هذا؟ هذا سيأتي عندما نصل إلى صفة الكلام، مبحث طويل لو تستعجلش. ها؟ في حد ثاني؟ السؤال الثاني. العالم دون ايه والعارف فوق ما قال، برضو سيأتي توضيحها ان شاء الله. اجبته لا انت يفوتك عم. انت جبنا لك احنا الاجازة خذ بس الاجازة اخلص عشان ايه انت دلوقتي بتفكرني بواحد كان ده اسمك عمرو عمران اللي هو حاضر تقرأ الإجازة نقرأها لك. خذ يا عم نقرأها. الحمد لله جل إحسانه وعظم امتنانه بكل فضل مستجاب ولحقيقة القبول إيه مجاز يعني. ونشكره على ما أفدى من جزيل العطاء وأسبل من سابل الغطاء مما تتزايد به النعم وتندفع به النقم. ثم الصلاة والسلام على أشرف خليقته ونخبته من بريته الذي تستفتح به المطالب وتستمنح به المآرب سيدنا محمد المؤيد بالآيات والمعجزات والذي ختمت به النبوات والرسالات، عليه صلاة الله وسلامه وإعزازه وإكرامه شاملا ذلك أصحابه وآله وأحبابه، منتظما قارئ القرآن مع محبه، منتظما في سلكهم ومقرونا في صمتهم العلماء الذين قرروا الشرائع والأحكام ورفضوا في خدمة الشريعة الغراء لذيذ المنام وهجروا الأوطان وفارقوا الأقدام
رغبة في تحصيل العلوم وتحليا بلطائف الفهوم، وقد سلك هذا المسلك وذاق ذاك المدرك. جميلة معاه في الثاني خاتم الاثنين فاضلان استعمال عن بس مش عارف اسمه ايه ولا ادوار محمد قال اكتبه منه واكتبه منه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بس انت مالي مالي اسمه انا شرح انا طيب اكتب اسمه في الاول. خذ خذ يا شيخ اللهم اقبل اقبال صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن اللهم صل أفضل صلاة على أهل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أحد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما شكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. فانتظم في سلك اهل القرآن اللي هم ايه محمد سعيد حبال اللي هو انت شيه وسامح مطارق وليد بشير. فانتظم في سلك اهل القرآن واجتنى من ثمار رياضه النضرة وتحلي باخلاق الكرام البررة وشمر عن ساق الاجتهاد في اغتنام ذلك المراد بذهن وقاد وطبع منقاد وفكر نقاد، واستجاز العبد الفقير الذليل إلى عفو ربه العزيز الذي ليس أهلا لأن يجاز فضلا عن أن يجيز. فأجزتهما بما تجوز لي وعني روايته وما تسند إلي درايته من معقول ومنقول وبما لي من التأليف والنقول آخذا ذلك عن شيوخ أعلام وأفاضل العظام وكلهم له ذكر جميل وقدر جليل ورسوخ في قدم التحصيل بل الله تراهم وجعل الجنة متقلبهم ومثواهم وأوصيهما أنت هو بالتقوى فإنها السبيل الأقوى وألا ينسياني من صالح دعواتهما عند توجهاتهما في خلواتهما وجلواتهما. والله أعلم. قل قبلت الإجازة يا محمد. قبلت ولا ما قبلت؟ أنه يقبل. قبلت قبل. وقبل إجازة. لا أنا دائما إجازة في الروايات وفي الأحاديث إنه مش في القرآن. القرآن ده انت عندك اجازات وعندك بسم الله ما شاء الله. الان ما فيه يعني مش احضرني احضرني كاملة ما احضرني الان الشرح وقل العبارة هدي يا محمد السبب وقل هذه 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 هذه